اتخذوا منه مقرا للاحتضان. هل اتخذوا منه مقرا للاحتضان؟ تصوت عنكم مش اتخذوا منه مقرا ليه؟ مش تصوت في العقوبة. مين اللي عامل الجزيرة في مصر؟ اللي هو عايز هم كانوا عاملين شبكة اتصال في عالم الانترنت. يعني سال حضراتكم بالنسبه لمعلوماتنا في ملف قضيه كبير والحكم حتى لا لما نتحصل عليه عشان نعرف كيف نعمل فيه. سال حضراتكم اجل مع تصريح ملف الملف المطلوب حاليا دلوقتي بتاع مدرسته. طيب يبقى هنسال حضراتكم في طلبين. أنا سألت السؤال ده وأنا قلت عليه إن أنا ما أعرفش حاجة.